مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج الرابح. اليوم احنا موجودين في مدينة الخليل، رح نتجول فيها نتعرف على المواطنين، وبطبيعة الحال معنا العديد من الأسئلة والكثير من الجوائز المقدمة من شركة إيكا الوكيل الحصري لبافاريا. فخليكم معنا لنشوف مين رح يكون الرابح معنا لليوم. تعرف عليك؟ همام النتشي. شو؟ همام النتشي. كمان مرة الاسم؟ همام النتشي. همام، شو الاسم الحلو؟ والله اسم جيد. شو معنى؟ ايه؟ شو معنى اسم همام؟ الهمة. الهمة، حلو. طيب بتشتغل هون؟ اه. كيف الوضع؟ نص نص. ليش نص نص؟ فالأوضاع، فالمواجهات، فالقصص اللي بتصير هون. الله يكون بالعون. طيب احنا برنامج الرابح من شبكة بلدنا الاعلامية وشركة ايكا الوكيل الحصري لبافاريا. اكيد بتعرف البافاريا لا؟ ممتاز. بدنا نسألك سؤال، في حال اجبت على اجابة صحيحة رح نربحك جهاز كهربائي، وفي حال اخطأت ما بنزعل حدا، بنعطيك صندوق بافاريا تفاح عبوة لتر. تمام؟ تمام. رح اعطيك حزورة ومطلوب منك انك تحلها. تمام؟ تمام. السؤال هو، مياه لم يتم استخراجها من باطن الأرض ولا من السماء، فما هي؟ المياه مش من الأرض، من السماء، من الشجر، العرش، غير السؤال. لا ما بقدر أغيره. أعطيني جواب، شو ممكن تكون المياه؟ ما بتم استخراجها من باطن الأرض ولا بتنزل من السماء؟ مياه عارفش. مش عارف. خلاص انسحاب. انسحاب. احلى صندوق بافاريا لك. شكرا لك، يعطيك الف عافية. يلا. نواصل وياكم مشاهدينا حلقتنا لليوم من برنامج الرابح في مدينة الخليل، ونتعرف على المزيد من المواطنين. نتعرف عليك. وسام دانا. أهلا وسهلا. من الخليل. صحيح. وشو بتعمل هون؟ عبسطة هون. عبسطة. الله يعطيك الصحة والعافية. الله يعافيك. كيف الوضع الأيام هاي؟ الحمد لله بعين الله. بسطة إيش؟ بسطة عنب؟ اليوم موسم العنب. صحيح. كيف الوضع العنب العام؟ كويس الحمد لله، يعني في بروح بيجي، بس كويس. اليوم نضيف العنب، والناس عادة بتستهدف الخليل عشان تشتري العنب. صحيح، احنا مشهورين بالعنب اكتر اشي. طيب احنا برنامج الرابح من شبكة بلدنا الاعلامية وشركة ايكا الوكيل الحصري لبافاريا. بدنا نسألك سؤال، في حال اجبت على اجابة صحيحة رح نربحك جهاز كهربائي، وفي حال اخطأت رح نعطيك صندوق بافاريا تفاح عبوة اللتر. تمام؟ ان شاء الله. جاهز؟ ان شاء الله. هالمرة رح اعطيك لغز ومطلوب منك انك تحله. تمام؟ السؤال هو، من هو الشخص الذي يحني له الملك رأسه دون نقاش؟ الحلق. والله يا عمي صح. الحلقين. احنا في قسم الحلقين. صحيح. هذا هو الحلق. احسنت، اجابه صحيحه، وربحت معنا جهاز كهربائي مقدم من شركه ايكا الوكيل الحصري لبافاريا. شكرا لك ويعطيك العافيه. تسلم. نواصل وياكم مشاهدينا حلقتنا لليوم من برنامج الرابح في مدينة الخليل، ونتعرف على المزيد من المواطنين. نتعرف عليك. كمال أبو سنينة. أهلا وسهلا فيك. شو بتسوي بالسوق؟ والله بنازل بس اليوم، يعني بشتغل في إسرائيل. الله يعطيك الصحة والعافية. اليوم معطلين. معطلين. طيب احنا برنامج الرابح من شبكة بلدنا الإعلامية وشركة إيكا الوكيل الحصري لبافاريا. أكيد بتعرف البافاريا. أكيد. والله كل الاحترام.
شكرا لك. احنا طبعا رح نسألك سؤال او هي بالاحرى حزورة، في حال جاوبت عليه اجابة صحيحة رح نربحك ساعة يد عفوا، اذا اخطأت رح نعطيك صندوق بافاريا تفاح عبوة اللتر. تمام تمام. اخترت لك حزورة مرتبة وخاصة لانه الوالد بده يساعدك ورا، وانا عارفة الوالد عنده حنكة وذكاء وخايف يصيدها، ان شاء الله ما يصيدها. تحداني بسؤال وبدي اتحداك انا بالسؤال هلا. راحت عليك انت. في غرفة بفندق تحتوي على 4 اشخاص، هذه الغرفة بالفندق جواها 4 اشخاص، نشب شجار في هذه الغرفة بين شخصين أدى إلى طعن أحد الآخر بسكين، خرج المطعون من الغرفة ورأى شرطيا، اللي انطعن طلع وشاف شرطي وحكى له مين اللي طعنك، فحكى له سمير اللي طعني وهو موجود بالداخل بداخل الغرفة. دخل الشرطي وقبض سريعا على سمير، يعني اول ما دخل اخذ سمير والقى القبض عليه. كيف دخل على الغرفة وشاف في نسوان تنتين ولا شخص؟ والله حبك والله، وطلعت من خرجي والله. اربع اشخاص، 2 منهم نساء، جابتك صح. والله كفو عليك، شوف الساعة ان شاء الله تعجبك. نواصل وإياكم مشاهدينا حلقتنا لليوم من برنامج الرابح في مدينة الخليل، ونتعرف على المزيد من المواطنين. نتعرف عليه رامز جعبري. جعبري عائلة من العوائل الكبيرة بالخليل. نعم، العوائل الكبيرة والعوائل اللي لها بصمة، وهي جزء من نسيج في محافظة الخليل. إن شاء الله الأيام هاي فيش مشاكل. إحنا ما في عندنا مشاكل الحمد لله، يعني بتصير في كل العائلات مشاكل بتنحل، بس الحمد لله الأمور يعني ماشية، يعني تحت السيطرة إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. إحنا برنامج الرابح من شبكة بلدنا العالمية وشركة إيكا الوكيل الحصري لبافاريا. أكيد بتعرف البافاريا. نعم بافاريا طبعا. نسألك سؤال، في حال أجبت عليه إجابة صحيحة رح نربحك جهاز كهربائي، وفي حال أخطأت رح نعطيك صندوق بافاريا تفاح عبوة اللتر. تمام؟ أوكي أوكي. كيف أنت والحزازير؟ يعني ماشي الأمور. طيب يمكن للغربال حمل الماء بدون سكبه، كيف ممكن يكون هذا الموضوع؟ حمل الماء بدون سكبه، نعرف كلنا انه الغربال في خزوق صح؟ اوكي، شو هالاسئلة؟ يحمل الماء. اسأل الانترنت. للغربال بدون، لا سؤال اخر. لا فيش سؤال اخر، بدك تفكر منيح. ممكن الغربال بيحمل الماء، ولكن كيف ممكن يتم ذلك؟ يعني اذا مثلا ممكن يحمل الماء، مثلا اذا شربناه بالماء مثلا، او بيحمل الماء وهو فيه. لا وداخل الماء. لا ما في عندي اجابة. صعب الامور. بسيطة. على كل حال رح نعطيك صندوق بافاريا تفاح عبوة اللتر. شكرا لك ويعطيك العافية. يسلموا كثير. نواصل وإياكم مشاهدينا حلقتنا لليوم من برنامج الرابح في مدينة الخليل، ونتعرف على المزيد من المواطنين. نتعرف عليه رامي أبو عيشة. أهلا وسهلا. عائلة أبو عيشة كبيرة بالخليل. كبيرة. إن شاء الله الأمن مستتب، فيش مشاكل؟ مستتب الحمد لله، فيش إشي. تمام الحمد لله. الحمد لله. شو وضع الخليل الأيام هاي؟ كويس الحمد لله، كويس. تشتغل بالسوق؟ والله بقى أنا لا والله بشتغل بإسرائيل بس معطل. الله يعطيك الصحة والعافية. عافيك. اليوم عندهم عيد. عندهم عيد العرش. أيوة صحيح. طيب إحنا برنامج الرابح من شبكة بلدنا الإعلامية وشركة إيكا الوكيل الحصري لبافاريا، بدنا نسألك سؤال، في حال أجبت على إجابة صحيحة رح نربحك جهاز كهربائي، وفي حال أخطأت رح نعطيك صندوق بافاريا تفاح عبوة اللتر. تمام حياك الله. كيف أنت والحزازير؟
كويس الحمد لله. يلا نشوف لك حزورة. مياه لم يتم استخراجها من باطن الأرض أو من السماء، فما هي؟ عود السؤال. مياه لم يتم استخراجها من باطن الأرض ولا من السماء، ما هي هذه المياه؟ مياه زمزم؟ لا، باطن الأرض. باطن الأرض. من باطن الأرض. جواب جدا سهل. مية المعقمة. لا. الدمع. لا. نعم. دمعة. شو رأيك؟ دمعة. أكيد. صح؟ دمعة. جواب صحيح. صحيح. ربحت معنا جهاز كهربائي مقدم من شركة إيكا الوكيل الحصري لبافاريا. شكرا لك. يعطيك العافية. حياك الله وأهلا وسهلا بمدينة الخليل. نوصل وياكم مشاهدينا حلقتنا لليوم من برنامج الرابح في مدينة الخليل، ونتعرف على المزيد من المواطنين. نتعرف عليكم. رامي أبو فارس من غزة. إزي قريقة من غزة. من غزة شو بتسووا هان؟ مرضى الأهلي. الله يشفيكم يا رب ويعطيكم الصحة والعافية. شو رأيكم بالخليل؟ مدينة حلوة جميلة. والله حلوة، والله العظيم أهلها وناسها والله حلوين. شو أكتر إشي هيك لفت انتباهك بالخليل؟ والله ناس يعني، والله يعني هم يعني بيقصروش، بيخدموا اهل غزه يعني، وقف معاهم من يجوا والله العظيم يعني كلهم. المستشفى والله ما بتقصر معنا كمان يعني، خدمانا احنا خدمات يعني. شو رايك، شو اكثر شيء لفت انتباهك بغزه بالخليل؟ عفوا. فيها معالم اسلاميه زي الحرم الابراهيمي، ناس طيبين ما بقصروا معنا، خصوصا احنا جايين مرضى، ساعدونا في كل شيء، وفرنا كل شيء، سكن ومكان في المستشفى وعلاج، لان انا لي تقريبا 5 شهور هون. وقت طويل. يعني شوي صغيره بتصير خليلي. من 6 7. بقول لك من 10 القوم 40 يوما صار منه. خلص انت من اهل الخليل هلا. الحمد لله. مين وين احلى، الغزه ولا الخليل؟ كل مدينه لها رونقها. شو اجمل حسيت يعني، وين حبيت اكثر؟ احنا في غزه غاده محاصرين يعني، ما في شيء، لانه عندنا امورنا كلها معقده. هون يعني الحياة ماشية أسهل. شو رأيك، وين أحلى، غزة ولا الخليل؟ والله العظيم والله الخليل حلوة، حلوة كتير الخليل يعني. غزة احنا غد ما فيش حاجة، احنا محاصرين يعني. عندكم بحر والله بسوى الدنيا وما فيها. طيب يعني والبحر ايش فرق البحر؟ الخلايا مسخمين ولا شاء تعرفوا البحر يا عمي اللي على التصوير بعرفوش البحر التصوير هاي بحكي لك. دير بالك مرات البحر عندنا بتسكر، مرات بسكروه مرات. السمك كل شيء زاكي يعني. السمك زاكي. انتو السمك كيف يا عمي؟ ما تعرفوش السمك. طب انت انتو عندكم السلطعونات والسمك والجمبري موسم حلو. هلا موسم السلطعونات مزبوط. شوف الصيادين عملهم بشوهم على البحر دايركت. طب كيف اسعارهم بغزة؟ رخيصة. 25. 25 الكيلو؟ لا 5 الكيلو. 5 شيكل كيلو. 5 شيكل. الكيلو حسب النوعيه. ويلي 25 شيكل هذا العيد حسب النوعيه. اي في بوري وفي دينيس وفي غبس، انواع السمك عندنا طازه كمان مش مثلج. احنا بناخذ المجمد ب 50 و60 طازه عندنا. عندنا عندكم ما فيش، قليل جدا لا يوصل. على كل حال بس احنا عندنا ارخص عندكم، انا كل شيء غالي. ايوه هاي هي النقطه اللي بدي اوصلها انا. الخليل كل شيء فيها اغلى من غزه. من غزه. من اي ناحيه احكي لك؟ قلت انتم دخلكم اعلى من عندنا. احنا يوميه العامل 25، انا الضعفين. انا اشتغلت في غزه ب 10 شيكل في اليوم يا زلمه. ب 10 شيكل اشتغلت في غزه في اليوم. شو اشتغلت؟ في محل اواعي. انا بشتغل في 25 يوميتك محل اواعي؟ لا بخبز. بخبز. هو ال 25 شيكل وال 10 شيكل احنا بنعيش فينا. احنا بالنسبه لنا احنا عندي ال 10 شيكل بتقعد معي 3 ايام غير عادي. 3 ايام 10 عادي بنقضي فيها 3 ايام. يا سلامة. انا نزلتي على الخليل 200 شيكل هاي راح. هاي وانا مش جايه اتسوق، انا جايه بس اصور. دخلكم عالي انتم. دخل والله ما هو الدخل عالي. احنا رايحين على حرم ابراهيم والله، نروح نصلي فيه والله. زمان يعني رحتوا قبل هالمره؟ اكيد هو راح.
مرة. أنا والله نفسي أخش وين أخش. هيك راح تدخل. آه. إن شاء الله بيكون مشواركم موفق وبتستمتعوا طبعا وبتصلوا. على كل حال خلينا نبلش بالجد. إحنا برنامج الرابح من شبكة بلدنا الإعلامية وشركة إيكا الوكيل الحصري لبافاريا. بدنا نسألكم سؤال، في حال أجبت على إجابة صحيحة رح نربحكم جهاز كهربائي، وفي حال أخطأتوا رح نعطيكم صندوق بافاريا تفاح عبوة اللتر. تمام؟ إن شاء الله مربح. أنت والحزازير أنت اللي بدك هي يعني هاتي دين دينا هاي سهل. يلا تشوف لكم حزورة. شيء في فصل الشتاء يوجد 5 مرات وفي فصل الصيف يوجد 3 مرات، فما هو؟ شيء في فصل الشتاء يوجد 5 مرات، في الشتاء يوجد 5 مرات وفي الصيف 3 مرات. فزورة هذه سؤال، الفزورة هذه يعني حزورة الشتاء 5 مرات. إشي موجود بالشتاء 5 مرات وبالصيف 3 مرات، شو هو؟ طب نعمل جا جورج نغير السؤال. جواب سهل، اسمع من فكر بنطاقها ككلمة. في الشتاء 3 مرات وفي الشتاء 5 مرات. فكروا فيها ككلمة مش كفصل. هو لغة عربية يعني بدنا نطلع على الحروف. كلمة صيف وشتاء. إشي موجود بالشتاء 5 باللغة، شو بنسميه؟ يعني إنه الصيف أحسن من الشتاء يعني، ولا الشتاء أحسن من. أنت بتفكر صح، خليك بتفكيرك واعرف شو الجواب. لغة الحروف. عيني عليك. بالشتاء كم من نقطة؟ شين ثلاثة. الصيف شتاء وكمان تاء تنتين. خمسة. وبالصيف تنتين. صيف مش ثلاثة. فاء والفاء آخر واي. صح، إجابتكم صح وربحتوا معنا جهاز كهربائي مقدم من شركة إيكا الوكيل الحصري لبافاريا. شو بتحبوا تحكوا لهم؟ والله كل الشكر لهم، والله يسعدكم ويخليكم. التوفيق إن شاء الله. شكرا لكم، يعطيكم العافية. نواصل وإياكم مشاهدين حلقتنا لليوم من برنامج الرابح في مدينة الخليل، ونتعرف على المزيد من المواطنين. نتعرف عليه وليد نور الدين زياد زاهدي. أهلا وسهلا. بتشتغل هون بمحل الحلويات؟ بالمحل هون. كيف الوضع؟ كويس الحمد لله تمام. وشو وضع المشبع؟ مرتب يا شباب. الأيام هاي عشان مولد النبوي، اللهم صل على سيدنا محمد، الأيام هاي في إقبال عليه؟ في حركة الحمد لله، يعني الوضع بتحسن. الله يعطيكم الصحة والعافية. دقائق. شو أشهر إشي عندكم من الحلويات؟ طبعا هريسة شامية، هريسة محشية، عوامة. عارف البضاعة النظيفة الكل بيجيها. أنا شايفة الصدور فاضية ما شاء الله. الحمد لله كل شيء. هلا إحنا بنكمل عليها. حياك الله. الله يسعدك يا رب. يعني إذا بدهم حبة طب. لسه في يعني مخزون تحت. الله يعطيكم العافية. طب إمتى بتشتغلوهم هدول؟ الصبح على الساعة 6:30. 6:30 الصبح بتبلشوا تشتغلوا؟ يعني الانتاج بيكون يوم بيوم. يوم اول باول طبعا، كل بضاعتنا الحمد لله يوم بيوم. وكيف بيكون العمل يعني بيطلب جهد كبير، عدد المشاركين فيه؟ هو بده يعني شغل، يعني بده متابعة كل شيء اول باول. كم حدا بيشتغل معكم؟ تقريبا 4-5. 4-5 بس؟ الله يعطيكم العافية. طيب احنا برنامج الرابح من شبكة بلدنا الإعلامية وشركة إيكا الوكيل الحصري لبافاريا. أكيد بتعرف البافاريا. طبعا مظبوط. نسألك سؤال، في حال أجبت على إجابة صحيحة رح نربحك جهاز كهربائي، في حال أخطأت ما بنزعل حدا، رح نعطيك صندوق بافاريا تفاح عبوة اللتر. تمام؟ تمام. كيف أنت والحزازير؟ يعني مش كتير. مش كتير؟ ما هو الشيء الذي إذا رأيته لا ترتديه وإذا ارتديته لا تراه؟ إشي إذا أنت شفته ما بتلبسه، بس إذا لبسته ما بتشوفه. إذا ما بلبس فيش خيارات؟ لا، هاي حزورة يعني الخيارات رح تكون إجابة. فكر منيح. إشي إذا أنت شفته ما بتلبسه، إذا لبسته ما بتشوفه.
كفان. شو رأيك؟ إذا أنت شفته يعني بعيد الشر عنك وعن الجميع، إذا أنت شفته ما رح تلبسه لأنه أنت حي لسه حي ترزق. مزبوط. لكن إذا لبسته ما حتكون ميت. شوفه مزبوط. إجابتك صح وربحت معنا جهاز كهربائي مقدم من شركة إيكا الوكيل الحصري لبافاريا، شو بتحب تحكي لهم؟ شكرا لكم وإن شاء الله ما شاء الله عن الشركة يعني متابعة والبافاريا ما شاء الله عليها. شكرا لك يعطيك العافية. نواصل وياكم مشاهدين حلقتنا لليوم من برنامج الرابح في مدينة الخليل ونتعرف على المزيد من المواطنين. نتعرف عليه محمد الدريس. من وين؟ من الخليل. أهلا وسهلا. بتشتغل هون ولا شو بتعمل؟ لا مش بشتغلش. ولا شو بتسوي بالسوق؟ معطلين هيك دايرين. طشة يعني. أيوة. كيف الوضع؟ تمام ماشي داحل. كم عمرك؟ 20. 20. تدرس بالجامعة ولا شو؟ مبطل. مريح راسك. أوه. طيب احنا برنامج الرابح من شبكة بلدنا الاعلامية وشركة ايكا الوكيل الحصري لبافاريا. تعرف البافاريا اكيد؟ بعرف. طيب بدنا نسألك سؤال، في حال اجبت على اجابة صحيحة رح نربحك جهاز كهربائي، وفي حال اخطأت رح نعطيك صندوق بافاريا تفاح وبوتلتر. تمام؟ تفضل. السؤال هو، في سؤال دائما بنردده بس في كل مرة بتكون إجابته مختلفة، شو هذا السؤال؟ إجابة زي إيش أنا السؤال؟ سؤال إحنا دائماً بنسأله بس كل مرة بنسأله بيكون الجواب غير، شو هذا السؤال بده يكون؟ حسب منظر من أنت شو اسمه؟ لا يعني أنا بدي أسألك هلا، منظر مين أنت؟ منظر دريس. كمان مرة بدي أسألك يا منظر مين أنت؟ إدريس. ما تغير صح؟ آه. أنا بحكي لك عن سؤال إحنا دائما بنسأله ولكن كل مرة بتكون إجابته غير. مش عارف. خلاص انسحاب. انسحاب. أحلى صندوق بافاريا لك. شكرا لك ويعطيك العافية. عالتين مش عارف. نواصل وإياكم مشاهدين حلقتنا لليوم من برنامج الرابح في مدينة الخليل ونتعرف على المزيد من المواطنين. نتعرف عليه فضل القواسمة. أهلا وسهلا. عائلة القواسمة كبيرة بالخليل. أيه مزبوط. صح. أهلا وسهلا فيك. شو بتعمل بالسوق؟ والله بتشرب بتبضع على الأغراض للدار. كيف الأسعار؟ يعني والله في ارتفاع يعني. يعني الخليل عادة بتكون وجهة اقتصادية لباقي المدن، معظم الناس بيجوا بيشتروا من هون بسبب يعني انه اسعارها منخفضة عن باقي المحافظات. دين تانية يعني اهون كتير. اهل الخليل بس بشكوا برضو مش عجبتهم الاسعار؟ ما في شيء، الارتفاعات بتكون متذبذبة يعني بعض الاحيان. الله يعطيك الصحة والعافية. احنا برنامج الرابح من شبكة بلدنا الاعلامية وشركة ايكا الوكيل الحصري لبافاريا. اكيد بتعرف البافاريا؟ ممتاز. بدنا نسألك سؤال، في حال أجبت على إجابة صحيحة رح نربحك جهاز كهربائي، وفي حال أخطأت رح نعطيك صندوق بافاريا تفاح وبوتلتر. تمام؟ تمام. كيف أنت والحزازير؟ ماشي الحال. شيء عندما يتم غليانه يتحول من حالته إلى الحالة الصلبة، فما هو؟ صهر الحديد. صهر الحديد العملية؟ لا الإجابة أبسط من هيك. الماء مثلا. إشي لما بتغليه، بتغليه بمعنى الغلي. تمام، الغلي بالماء بتحول من حالته للحالة الصلبة. البيض. صح؟ أحسنت، إجابة صحيحة وربحت معنا جهاز كهربائي مقدم من شركة إيكا الوكيل الحصري لبافاريا. تفضل جائزتك. شكرا لك ويعطيك العافية. شكرا لكم. نواصل وياكم مشاهدين حلقتنا لليوم من برنامج الرابح في مدينة الخليل ونتعرف على المزيد من المواطنين. نتعرف عليك يا هبة برميلي. أهلا
اهلا وسهلا. ابو الرميله عائله كبيره بالخليج. مزبوط تماميه كلها ما شاء الله. طيب كيف الوضع؟ شو بتسوي بالسوق؟ والله نازل اتسوق وبدور اول. كيف الوضع؟ كويس الحمد لله. امني الاسعار كويس هيك دو هيك. الله يكون بالعون. طيب احنا برنامج الرابح من شبكة بلدنا الاعلامية وشركة ايكا الوكيل الحصري لبافاريا. ممتاز. بدنا نسألك سؤال، في حال اجبت على اجابة صحيحة رح نربحك جهاز كهربائي، وفي حال اخطأت رح نعطيك صندوق بافاريا. تمام؟ ايه كويس. عشقتين ربحانين. استنى يروح الازعاج شوي. جاهز للحزازية؟ جاهز يلا. كيف انت والحزازية؟ على الخفيف. ما هو الشيء الذي يستطيع السير والتوقف ولكنه ليس إنسان ولا حيوان؟ الهواء. لا هو ما بيوقف، شيء بيمشي بيوقف ومش حيوان ولا إنسان. مشي السيعة. الله عليك، والله برافو عليك وسريعة إجابتك، والله كفو كفو. ربحت معنا جهاز كهربائي مقدم من شركة إيكا الوكيل الحصري لبافاريا. شو بتحب تحكي لهم؟ شكرا يا سيدي، موفقين جميعا وشكرا لكم على الهدية. شكرا لك، يعطيك العافية. لهون مشاهدينا بنكون وصلنا معكم لختام حلقتنا لليوم من برنامج الرابح. شكرا لكم على طيب وحسن المتابعة، وما تنسوا تشوفونا بحلقة جديدة. إلى اللقاء.